ما عنديش باش نشري الحولي. الدريات كيبكيو، اش غندير اسيدي ربي اش غندير؟ بقايا انتحر، بقايا انتحر. 20000 ولا قال غتشري لينا حولي. دبر راسك من كاع صحابك يخدموا الحواله، وحده اللي حافت تيك توك قداش ناوى، قد البقره اللي حولي، انت تاخذ ماشي خروف خريف وما عندك حتى باش تاخذه. عرفتي غنقول لك هكا، راه تسنيس الحيه هي. لا الوالده هذيك شد 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 من بعد راه حتى راك تشري لي شد. ولي مستبشر ملي نجي ندق عليك راه عيب فهمتي؟ اوبا حميد راك عارف العواش هذي والحولي والحولي غالي. وك عارف انا عندي كرايريز كنبيعو ونشري راه باقي، واش غتصبر معايا شويه يفوت العيد؟ الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير. حمزه يا وليدي. الوالده تاش درتي؟ واك عارف الويدا لقيتيني كنفكر والله ما عرفتش اش غندير. والله هادوك جوج ريالات اللي عندي وما عرفتش والله ما عرفتش. والله الا دوختي ليا المجاج والله حتى كنفكر لك اش غدير في الحولي. والمشكله حتى انا ما مخبيه حتى حاجه باش تعرف السقوعيه. النهار ماتت المدام وخلات لي ديك الدريه وانا دخت ليلى دخت كانت هزه عليا حمل ثقيل والله القاسم. انا راه ما بيا لا حولي لا والو، انا راه كيف عييت كيف ما عييتش. انا بيا الدريه، الدريه تاهي كتشوف صحابها في الزنقه والديها مشراو ليهم الحولي كتجي عندي كيضرني قلبي والله الا كيضرني قلبي الوالده. اش نقول لك؟ واش غنقول لك اوليدي؟ والله يصيب راه هذا الشيء باش تعرف حق الوالدين. داك شفتيها مسكينه صغيره وتحرك بغيت حولي بغيت حولي ياك ولا لا؟ ولكن صبر دابا ربي يفرجها من عنده. ما عرفتي من هنا الغدا اشنو غادي يوقع؟ وان شاء الله يكون خير الوالد. الله يصيبك. والله يصيب وليدي الله يصيب. نوض نصيب لك بعدا شي بريري ديالها تاني واخا. واخا يا وليدي سير. ها وليدي ما لقيت عليك جهد الغالب الله. ما دخلتي علينا على الحولي لا والو، مشنا الحولي مشنا تبنو. واك عارفه بنتي راه باقي هاد الساعه باقي ما خلصوناش وقاديه عيانه. وكنشوف صحاباتي باوشهم كاع ما كيقولوا لنا هاد الهضره، انت بوحدك عندك هاد الموال. وصافي يا بنتي ها صبري ها صبري غادي نشري لك الحولي وغنشري لك شي حاجه. بابا غنصبر عليك غدا الا ما شريتش ليا الحولي راه عندي ما غندير لك. واش الدريات غيعيدوا حنا ما غنعيدوش؟ هادشي اللي كيبان ليا. صبري يا بنتي ها صبري غادي ان شاء الله نشري واحد الحولي غادي يعجبك ان شاء الله يكون زوين والدريات صحاباتك كيغيروا منه. ها صبري يا بنتي صافي ان شاء الله يكون خير. السلام عليكم. السلام عليكم. شتي نسيتيني؟ تفضل 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 تفضل. هي لا كنتي بالواجب ديالك واليوم 16 ملي نجي ندق عليك راه عيب فهمتيني؟ وبا حميد راك عارف العواش هذي والحولي والحولي غالي. وك عارف انا عندي كرايريز كنبيع ونشري راه باقي، واش غتصبر معايا شويه يفوت العيد؟ الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير. الله يرحم لك الوالدين راه كنت باغي نجي عندك وحشمت. لا الله يرحم لك الوالدين. لا مع هاد المشاكل اللي عندي عندي شي مشاكل والله الا نسيت هاد القضيه العواش. انا كنطلب منك سمح ما كانش خصني نجي. والله الا الله يرحمك الوالدين. لا 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 غيفوت العيد ولا لا لا تبقى تقول لي والو انا خطات معاك سمح لي والله. قلال الناس بحالك. لا لا خطات والله الا عندي عندي شي مشاكل في الدار ديال داك الشيء صافي عاك ونهد. الله يجازيك بخير. على خاطر الله يحفظك. لا شرب شكويه. لا لا صافي انا سمحت ما بقى منين يدوز. الله يجازيك بخير الله يحفظك. وليدة وليدة هادشي الوليدة باقي الخير في الناس وحميد الله يعمرها دار الله يصبر معايا شي. ها ولدي بو حميد واحد الراجل مزيان. واحد الحاجة وليدي بغيت نقولها لك شحال هادي وانا متردة ولكن دابا ملي دار ملي دار معاك دابا هاد الوجاز غنقول لك شي بو حميد.
كان باغي يتزوج بيا. اش كنقولي؟ وايه كان كيحماق عليا وليدي والكذب على الله حرام. ويلي بقيتي تحشمي روحك. واش غنقول لك داكشي اللي كان قلتو لك؟ ولكن وليدي ما بغاوش، ما بغاش با، قال لي وتقولي طارت معزه نزلت معزه والله لا خديتيه، كان شاد معاه شي ضب ما نعاودش لك. ايوا جا المرحوم. ايوا سيدي وتزوج بيا صحه. ايوا وليدي رانا ولدتك دابا ما با حميد راه عمره ما يتنسى بكل صراحه. حاولوا اسمح لينا في الكره ايوا ما عينوش في العواشر ديال لاجر. القلب باقي حنين لك الوالده. حياني حياني عليك الوالد. حشمتيني والله الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام اولدي. اه كي دايره الوالده؟ راه ما بقيتيني انا العاسله والو، خليها الله وصافي. زيدني عليك راه نهار كامل نخمم، نهار كامل نخمم فك. اش درتي مازال؟ كعارف الوالدك كريريسه اللي عندي راه ما كتجيب والو. واحد السيد راه كنعرفو راه سلفناه واحد 10000 ريال وعندي واحد 4000، ما عرفتش اش غندير. واش 14000 ولاد راه تشري شي حول الوالد. واش غنقول لك اولدي؟ 14000 راه ما شارياش. علاش غنقول لك هكا؟ راه تسنيت لحياتها هي. لا الوالده هذيك شد 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 من بعد راه حتى راه كتشري لي. شد شد هكا سير. شحال غتجيب؟ غتجيب لك كاع 10000 وقضي 10000 على 14000 هي 24. ومن غدا غدا يحل الله سير. شي حوالي ديال 24 الوالده والغلا دابا وكلشي غالي. وسير بعدها العرعه بيعها بعدا ب 10000. ها هي سير موت سير بيعها واجي نشوف شحال خاصنا تاني. راه كنجمع من هنا ومن هنا ونلقطو باش الا شريت لينا هادشي اللي جمعنا. نوض شدي معايا مالك مدوره شويه السوق غنسكتها بعد العاني راه واحد اللي بغا يشري حول. سير نيس غدير مزيه نهار كامل جده 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 الحولي جده الحولي خاطا حولي طالع الحولي. هذوكم الدراري الصغار ويدي الله يصور حيدي الله يعاون. وسير اوليدي الله يرضي عليك الله ييسر لك الامور. مالك يلا بنتي لابسه؟ لابسه. بغينا نمشيو نشرو الحول دابا. اه يلا انا غنشريك حولي زوين وكبيره بنتي. وعندك راسي سخونه من غير انت كتدور لي من بلاصه لبلاصه. هذا عنده حولي زوين زيد نشوف راه عنده رخيص، هذا عنده حوالي غالي نمشيو عند الاخر قهرتيني وانت شي حولي ما شناه. راك شاب انت اللي سولناك يقول لك 80 100 مليون ورانا راك عارفاني عندي 20000 وراه ما كاملاش. واش حول 20000 ولا قال غتشريني انا حولي؟ دبر راسك من كاع صحابها شي خداو الحواله وحده اللي حاف تيك توك قداش ناوى قد البقره عليه حولي. انت بغيت تاخذ لي ماشي خروف خريف وما عندك حتى باش تاخذه. وبنتي راه دوك راه عندهم انا راه ما عنديش. واش غادي ندير نمشي ننتحر ولا ندير شي حاجه في راسي ولا نمشي نشفر؟ براسك انا بغيت حولي. مالك السلام. بغيت نسولك اخويا. مرحبا سيدي. واحد السيد سميتو حمزه ويلاه ماتت ليه المراه ديالو شي تقريبا شي شهرين وعنده واحد الدري بنتو سميتها ملك. اه عرفتها. الله يرحم لك الوالدين. عندك اخويا دار ميك ما بغيتي في شي حاجه؟ لا باغي هو على شي حاجه كتخصني انا وياه وبغيت توريني الدار الله يجازيك بخير. اه انت اخويا غتمشي نيشان غتدور عليه من الدار الاولى الثانيه الثالثه غتلقى باب احمر. الدار الاولى الثانيه الثالثه. اه سول على حمزه. يرحمك اخويا. الدنيا هاني يا خويا. اسمح لي اسمح لي الدنيا هاني. حفظك ليا
اش غادي ندير؟ اش غادي ندير؟ عندي حل واحد، نلوح راسي في البير ونتهنى، ولا يبقاو يضحكوا فيا ما شريتش الحاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت نسولك. مرحبا اخويا. واحد السيد سميتو حمزه قالوا لي في الدوره انا الدار الثالثه سميتو حمزه. هو عنده واحد المرا مسكينه توفات الله يرحمها وبنتو سميتها ملك. اش كتسول انا اخويا؟ واش حاجه كتخصني بينو وبينو خاصني ضروري ندورني الدار لحظك. انا هو حمزه اللي كتقلب عليه. انت هو حمزه؟ كاين شي حاجه نساعدك فيها اخويا؟ واش غنقول لك؟ دابا ولد عمي فلوس المدام ديالك سلفات المدام ديالي شي فلوس الله يرحمها. كيفاش؟ المدام ديالك. سلفات المدام ديالي شي فلوس. وعارفك ما عندكش فهاد الهواشه واش نقلب لك وبغيت نعطيك واحد 60000 ريال المدام داك الله يرحمها كتسلفها المدام عندي. واش كدوي بالصح ولا كتضحك معايا؟ والله الا كنضار بالصح اخويا. يا مال المساعي ديالك انا جايبها لك. وانا عارف ما عندكش قالت لي الوضعيه ديالك المدام ديالي وجيت باش نشري لك انا حولي بهاد 60000 ريال. والله الا عرفتي شناهو والله ما لقيتي عندي فلوس باش نشري الحولي عندي 12 ريال والله ما عارف ما كاملاش. وبنتي كتبكي باغا فلوس الحولي وباغا الحولي ولقيتيني بواحد المشكل كبير وقلت لي بحال كصدمتيني وقيلا كنحلم ولا ما عرفتش كيفاش. شوف ما كتحلم ما والو المشكل عندك تحل. يلا معايا نحل لك المشكل. اش باغي ندير قبل ما تجي؟ اش باغي ننتحر نروح راسي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن والله صيفطك ليا هذا كيعني اننا خصنا الصبر والرضا وقضاء الله. الله يجازيك بخير اخويا. الله يحفظك. يلا معايا اخويا مشي ونرحب تغلم وناخذ لك شي حوالي. الله يحفظك. السلام عليكم ولد عمي. واهلا ولد عمي. عندك ولد عمي؟ شوف ولد عمي يا شوف لي شي حولي مزيان الفرده ديالي. مزيان هذا هو مزيان. عاد دير المرحه في الطعام وعاد تقاسم لك الصبر. شحال ولد عمي هذا؟ 84. 84 عاد واحد ومن 1000 درهم. شحال الطعام؟ 64. عندي 64 ولد عمي. صافي غمد عينك انا ولد عمي. شد ود عمي شد ود عمي يا حسين. ولا تشد ولا تشد. جل حولي 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 ج